الساعة، وإني أتحدث إليكم وقد غمرتني السعادة. دائرة الفاصلة. أو هاتان أو هذان المولودان اللذان هما الشبكة التفاعلية للمجتمع المدني والفروع التطوعية لحزب جبهة التحرير الوطني. إن المجتمع المدني يمثل قوة رائدة في الجزائر اليوم، لما يضمه من كفاءات وإطارات وجمعيات ومنظمات تتواجد عبر فضاءات متعددة، كالفضاء الجمعوي، النقابي، العمل الخيري والتطوعي والمنظمات الأسرة الثورية. تقف الجزائر اليوم أمام استحقاق مصيري يتمثل في موعد الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيمها في 7 سبتمبر 2024، ونحن كحزب سياسي مطالب بأن نكون في مستوى هذا الاستحقاق الوطني الهام لإنجاحه عبر تجنيد المواطنين حوله وتعبئة القوى الفاعلة في المجتمع.